مدارس بنات المستقبل الثانوية بأخلاق وبعلم نرقى. مادة التربية الإسلامية للصف الثالث، ودرسنا لهذا اليوم الدعاء. كما نعلم أن الله تعالى شرع لنا العديد من العبادات لنتقرب منه عز وجل، ومن هذه العبادات الصلاة والحج والزكاة والصوم وتلاوة القرآن، وهذه العبادات تقودنا إلى عبادة كبيرة شرعها الله لنا من أجل أن نتقرب منه عز وجل، وهذه العبادة هي الدعاء، ويعني ذلك هو طلب الخير من الله تعالى، فهو وحده القادر على تلبية الحاجات، وهو المعطي للإنسان والمانع لما يعطي، فلا مجيب للدعاء غير الله تعالى في جميع الأوقات، لقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ونستنتج من هذه الآية الكريمة أن الله يفضل أن يدعوه الإنسان في جميع الأوقات، لكن هناك أوقات محببة وتكون الاستجابة فيها سريعة بإذن الله تعالى، لكن يجب دعاء الله في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال. ودعونا نتعرف الآن إلى أفضل الأوقات لدعاء الله سبحانه وتعالى. ومن أفضل الأوقات عند السجود، حيث يكون الإنسان في أقرب الأوضاع إلى الله تعالى. وثاني وقت من الأوقات المفضلة هو شهر رمضان المبارك، حيث يقدم الإنسان لله سبحانه وتعالى طاعة يقابلها الله بسرعة الاستجابة للدعاء الذي يدعوه فيه. ثالث الأوقات المستحبة للدعاء وهو يوم عرفة. ورابع الأوقات هو عند نزول المطر، وهناك دعاء يستحب قوله عند نزول المطر، وهو: اللهم صيبا نافعا. وتعني كلمة الصيب يعني مطر، حيث ندعو الله بهذا الدعاء عند نزول المطر، ويعني أن ندعو الله أن يكون هذا المطر نافعا للإنسان وللكرة الأرضية.